السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم وصفتنا من المطبخ المغربي، لحم بالبرقوق. هنا لدي أنا لحم، طبعا اللحم مع القليل من الشحم، يجب أن يكون مع الشحم حتى يكون الطعم لذيذ. هنا لدي نصف كوب كزبرة، خليط كزبرة وبقدونس، حبتين متوسطة بصل، فصين ثوم، عودين قرفة، هنا القليل من الزعفران، ملعقة متوسطة زنجبيل بودرة، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة كركم. هنا لدي ربع كوب زيت زيتون، لأن أنا لدي الشحم في اللحم، لهذا سوف أستخدم كمية أقل من الزيت. أنا لدي زيت زيتون، إذا لم يتوفر استخدم الزيت العادي ربع كوب، وملعقة سمن، ملعقة متوسطة السمن إذا توفر لديكم. هذه الخلطة اللحم. بالنسبة للبرقوق، البرقوق إخواني السعوديين يعرف لديهم بأظن يسمونها بخارة، يسمونها بخارة، هو برقوق يجففونه طبعا بدون نواة. هنا أنا لدينا هنا متوفر بدون نواة، في الغالب يكون مع النواة عادي جدا، حتى لو مع النواة لدي نصف كيلو. لدي هنا 4 ملاعق إلى 5 ملاعق سكر، 4 معالق تكفي، متوسطة طبعا وليست كبيرة، ملعقة صغيرة قرفة بودرة، وتقريبا 20 غرام زبدة. هذه المكونات. طبعا سوف نحتاج إلى الملح، وسوف نبدأ وصفتنا. هنا تقريبا أنا لدي 2 كيلو لحم، إذا استخدمتم كيلو لحم ضعوا بصلة، حبة بصلة، بصل كبيرة، وفص ثوم. سوف أضيف البصل والثوم، وسوف أحرك لمدة 2 دقائق. نقلب طبعا اللحم مع البصل. سوف أتركه 2 دقائق مع التقليب، وبعدها سوف أضيف البهارات، البهارات مع الكزبرة والبقدونس. الآن سوف أضيف عودين القرفة والبهارات مع الكزبرة والبقدونس، وطبعا الملح، طبعا الملح. نخلط طبعا البهارات مع الملح. الآن سوف أضيف الماء، سوف أضيف ما يعادل 1.5 كوب من الماء فقط، يعني ربع تقريبا، تقريبا ربع لتر من الماء. لماذا؟ لأن البصل في ماء، سوف يفرز ماء، واللحم طبعا يفرز الماء بالإضافة إلى الشحم في اللحم، لهذا سوف يكون كافي، كمية الماء كافية. إن خفتم أن تحترق مثلا أضيفوا القليل من الماء، لا مشكلة. أما الأخوات اللواتي يعرفون الطبخ، كمية 1.5 كوب من الماء كافية. نغلق طنجرة طنجرة الضغط ونتركها حتى تنضج بشكل كامل ويصبح الصوص ثقيل، يعني هنا المدة تعتمد على نوع اللحم لديكم. أنا تأخذ تقريبا، يأخذ تقريبا 45 دقيقة إلى ساعة، حسب الخروف، كبير صغير على حسب نوع اللحم. ثانية نضع الزبدة، نضع السكر، نضع مكونات البرقوق مع القرفة والبرقوق، وسوف أضيف 1 كوب من الماء. هنا أضفت أنا الماء، أضفت 1.5 كوب، لأن 1 كوب غير كافي، سوف أتركها تغلي لمدة تقريبا ربع ساعة حتى يصبح البرقوق لين، لا يجب أن يهرس، يصبح لين جدا حتى لا يهرس، يعني لين متماسك.
وسوف بعدها إلى أن ينضج اللحم، وسوف ترون المرحلة الأخيرة. كما ترون هنا أصبح قوام الصوص البرقوق ثقيل. طبعا هنا أنا لدي البرقوق يعني المتوفر وحجم صغير، يوجد حجم أكبر يعني ضعف هذا الحجم. إن وجدتم الحجم الأكبر من الأفضل استخدموه، لكن أنا لم أجد إلا هذا النوع. الآن جاهز، أصبح لين كما ترون. طبعا لا تتركوه ينضج لمدة طويلة حتى لا يهرس بالكامل. هنا بالنسبة لي أنا لين، سوف أطفئ النار. هنا اللحم كما ترون أنا وضعته الآن في طنجرة عادية، سوف أتركه حتى يصبح الصوص ثقيل، يعني الصوص أثقل، يجب ألا يكون الصوص خفيف لأنه هنا خفيف. سوف أتركه حتى يصبح الصوص ثقيل. هذا هو طبخنا لليوم كما ترون، يزين بالقليل من السمسم. طبعا المرق يمكنكم خلط، طبعا المرق خلطوا القليل من ماء من صوص سرق البرقوق مع المرق حسب الرغبة، إذا لم ترغبوا لا داعي لإضافته. يزين على هذا الشكل ويقدم. طبعا في المطبخ المغربي يقدم مع السلطات مع الخبز المغربي، أنتم قدموا حسب الذوق وحسب الرغبة. ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء. مع السلامة.